أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن عاصفة دانيال تتجه إلى الحدود المصرية، ومن المتوقع لها أن يصل تأثيرها إلى غرب البلاد السلوم سيوة مطروح، ومن المتوقع أن تصل أيضا إلى محافظة الأسكندرية مساء اليوم. وكانت هيئة الأرصاد قالت أن البلاد تتأثر بسرعات الرياح ورمال مثارة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ثم تبدأ السحب بدخول البلاد يصاحبها سقوط الأمطار قد تكون غزيرة ورعدية على أقصى غرب البلاد. وأشارت أيضا إلى أن العاصفة فقدت معظم قوتها بعد وصولها لليابسة في ليبيا، وذلك يكون تأثيرها مختلفا تماما على الأراضي المصرية.